مرحبا بكم. اليوم نهار 14 رمضان، نصفنا الشهر، وإن شاء الله على كل حال نكونوا من صيام وقيامه، وإن شاء الله الأيامات القادمة إن شاء الله تكون خير من اللي تعديت يا ربي. واليوم مش نسكم الجامع، خاطر كيما اليوم نهار 14 رمضان من عام 1207 اللي وافق 1790 ميلادي، تم تأسيس الحديث الشريف أو ختم الحديث الشريف في الجامع ذي. ساعة هيت نحكيه شنو معناه ختم الحديث الشريف، خذ برشا ناس حتى التوى ماشي في بالهم الختم هو ختم القرآن. لا سيدي، ختم القرآن ذاك من تحصيل الحاصل، نختم القرآن بصلاة التراويح، وفما اللي يختم القرآن وحده في الدار بخلاف صلاة التراويح، معناه يعمل كما نقولوا كل نهار حزبين ولا اللي هو حتى يختم القرآن الكريم. بينما اللي صيف الجوامع بما فيهم الجامع اللي مش نحكيه عليه اليوم، واللي تأسيس الختمة متاعه صار كما اليوم من عام 1207 هجري اللي وافق 1790 ميلادي، يا سيدي هو ختم الحديث الشريف. في تونس من اللي دخل الإسلام قد ما اعتناه بالقرآن الكريم وحفظه وتفسيره، ناهيك أن عنا كيف يقولوها أحد أهم مفسري وآخر مفسرين القرآن الكريم اللي هو تونسي الطاهر بن عاشور في تفسيره والتحرير والتنوير، نلقاو إلى جانب اعتنائهم بالقرآن الكريم نلقاو اعتنائهم الكبير بالحديث النبوي الشريف. فتلقى في تونس الصحاح البخاري ومسلم خاصة عندهم قيمة كبيرة، اي تنحلفوا بيهم هاكا نساء يحلفوا يقولوا وشفاوا البخاري. البخاري وفهمني كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري، ولا وشفا شنو هو؟ كتاب الشفاء في حقوق المصطفى، وهو كتاب كذلك في الحديث يذكر صفات وشمائل وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كتبه القاضي عياض، قاضي سبتة وما أدراك. ففي تونس على ما نحب الحديث النبوي وعلى ما نتعلق بصاحب الحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فنحتفي احتفاء خاص بالأحاديث النبوية الشريفة، ونحتفي احتفاء خاص بختم الأحاديث النبوية الشريفة. كيف يتم هالختم ذا؟ هو أنهم تقيلة العام أئمة الجامع ما اللي فيه ختم الحديث يقرأوا، يجتمعوا في وقت معلوم ويقرأوا نصيب من الكتب هذوما الثلاثة، أي صحيح البخاري، صحيح مسلم، والشفاء القاضي. فما بعض الجوامع أخرين ولا أماكن أخرى تم فيها ختم الحديث يستعملوا كتب أخرى، أما هذوما الكتب المشهورة اللي يستعملون في الحديث، ويختاروا نهار من أيامات رمضان يختموا فيها، بمعنى أنه يقول ختمنا الحديث سنة وبعد العيد إن شاء الله نعاود ونرجع منه لجديد نقرأ الكتب هذه ونختمه في رمضان اللي جاي كان ربي سهل علينا وعطانا طول الأمر. فكل عام يصير ختم الحديث في بعض البقايا، وختم الحديث هذه كما قلنا موجود في التوى في جامع زيتون المعمور ويتم نهار 26 رمضان ليلة 27 من رمضان، فما في جامع أخرين يتم نهار 8 رمضان، أخرين يتم 21، أخرين 29، كل واحد كيفاش، كل مكان كيفاش يعمل الختم متاعه. وجوامع مش فقط، خد ساعات يعمل أختام في المدارس زادة كما المدرسة البشية والمدرسة السليمانية ومدرسة بالحجار وغيرهم، كانت فيهم هما بيدهم كانت فيهم أختام، وكانوا أهل البر والإحسان أصحاب الأموال اللي يحبوا يتقربوا إلى الله زلفة يوضعوا بعض من الأموال متاعهم حبس على الأختام هذية، كيما الحبس اللي باش يتأسس كيما اليوم الجامع الحلق مش يولي فيه ختم للحديث النبوي الشريف. هذا مجملا حكاية الأختام، وشنية الأختام وشنو نختمه، نختم الحديث النبوي الشريف. والعادة جرى أنه في يوم الختم كما اليوم مثلا في جمال الحلق يتلموا الأئمة بتاع الجامع والعلماء والأكابر وعلية القوم والشعب الكريم من المصلين وغيرهم، يتلموا في الجامع بعد أداء صلاة العصر ويقعدوا يبدأوا يقرأوا من كتاب الشفاء، القاء
الخاضعية، ثم من كتاب مسلم باب من أبواب كتاب مسلم في الحديث، ثم يختموا بصحيح البخاري جزء منه. وعادة الإمام الأكبر يأخذ حديث من الأحاديث اللي موجودة في الكتاب ذي ويفسره. حتى كان بكري الأختام أختام دراية مش أختام تلاوة فقط، فيفسرك الحديث ويفيد الناس اللي قاعدين. وكانوا الأختام ذي طبعا أختام مشهورة وعلماء كبار في قديم الزمان، وكانوا الناس تتهافت عليهم ويجيوا، وساعات الختم يتواصل حتى لقريب المغرب. وآخر الحديث وآخر ما يتم السيغموني هذي والاحتفال هذي بختم الحديث، عادة ما يختم الأئمة القاعدة ذيك بحديث شريف يقول فيه سيد النبي كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهكا يختم الحديث. لكن كما قلت من الأول أن الحديث اللي نحكي عليه اليوم أو ختم الحديث تأسس كما اليوم نهار 14 رمضان 1207 هجري الموافق 1790 ميلادي في جامع الحلق. أي سيدي جامع الحلق. هكا فما شكون اللي قال لي يعني عندنا جامع حلق؟ أي سيدي عندنا جامع حلق، مالش بالك عندنا جامع حلق وشطر. وفي حكاية طريفة الجامع هذي. ساعة فين موجود جامع حلق؟ جامع حلق موجود في تونس العاصمة في باب الجديد، في سوق كان قبل يتسمى سوق الصلاح، مقابل حمام يسمى حمام التمارين، البقعة قديمة هذه. كي تخرج من باب الجديد تلقى النهج باب الجديد، فما الباب هذاك اللي تعرفوه الناس الكل، تطلع من فما سعدة صغيرة يقابلك هاكا واحد يعمل اللبلابي مشهور جدا بتاع في رمضان ده مصلوح، خاطر بلاش كل شكل اللبلابي عبد صايم باهي. تحيد عليه على يدك اليمين باش تلقى على اليمين كذلك جامع حمام التمارين، ومقابله درجات تقريبا 3 أو 4 درجات، وتلقى باب اكل باب ذاك يدخلك الجامع الحلق. الجامع ذي حفصي، معناه تبنيه في العصر الحفصي، وكي تبنيه جامع صلوات الخمس، معناه مسجد لصلوات الخمس مش جامع خطبة، انما الخطبة متاعه تأسست فيما بعد، تأسست متأخرة شوي. جمع فيه صمعة مربعة مزيانة، بيت صلاة محترمة، وصحن صغير. أما يقول القائل علاش اسمه جامع الحلق؟ خاطر كان تدخل الجامع وتفركس فيه مليح ما كيفش تلقى حلق، خاطر بين قوسين وخليوها بيناتنا ما تقولوا حتى حد. أنا وانا صغير مش في بالك اسمه جامع الحلق، نمشي ساعة ساعة ندور في الجامعة بالسرقة على اللي مشيت معاه، تعرف شو فركس؟ فركس القش في الحيط مطقوقين موافق وفيهم حلق وشربتوا فيهم الزبيب. هذاك اش قال لي مخي وقتها راي صغر، لكن عمري ما لقيت حلق. فبيني وبين روحي خممت وكنبسط، ماني انا قب العلوم، قلت ليه هذوكم لازم عملوا مرمى فريقة الماء يا اخي البناي طير الحلق نحاه باعتبار انه فما عاش فما زبيب. وقعد الاعتقاد نتاعي راسخ وانا صغير وقت 8 أو 9 سنين ان الجامعة ذي تسمى جامعة الحلق، خاطر كانوا فما حلق في الحيط يربطوا فيه الزويل نتاعها، باعتبار وقتها ما فماش طوموبيلات، فاش باش يمشيو ويجيو يمشيو على الزويل. كي بعدش كبرت وبديت نفركس في الوثائق، لقيت انه جامعة ذي كتبوا عليه ناس، وخاصة الجنرال محمد بالخوجة في كتابه تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد. الكتاب ذي اللي اصدر عام 1936 أحصر فيه الجنرال محمد بالخوجة الجامع والمساجد والمدارس اللي كانت موجودة في مدينة تونس في زمنه، منهم جامع حلق هذايا اللي كما قلنا يكشفنا اللي هو تأسس في العهد الحفصي. أما منين جاي اسم الحلق؟ كما قلت في الأول قصة طريفة. هوكا قال لك فك الزمن هذاك فما خادم معناها أمه، معناها في الأصل معناها عبد مشرية بالفلوس، تعرف العبد هو الذكر والأنثى من كتبنا عبد معناها كتبنا مشرية بالفلوس أمه. وتعرفوا اللي تونس كيما بقية بلدان الدنيا كان فيها العبودية، وفخر لنا أن كنا من أوائل بلدان الدنيا اللي ألغينا العبودية بالقانون بداية من 1842
بإرادة من المشيخ أحمد الشعبي قاع إلغاء العبودية تدريجيا 41 42 42 44 ثم نهائيا عام 1846. وكنا من السباقين في العالم، ما سبقتنا لذلك إن إنجلترا وحتى فرنسا جات بعدنا بعام 1848. فقبل هذاك كان فما العبودية بالطبيعة، وكان فما العبيد اللي هما عباد يسلبوا لهم حرية نتاعهم، بيعهم في الأسواق ويصيروا ملك السيد نتاعهم اللي شراهم. علاش ما تقولش في العصر الحفصي كان فما أمة، معناها سيدها شراها بالفلوس، ثم سيدها كان الناس مليحة معاها، خاطر كان فما بعض عبيد يشريهم السيد يخدموه، لكن يعطيهم يا يعتقهم لوجه الله تعالى يولي يخدموا لحسابهم الخاص، لا يا يقعدوا باقي العبيد نتاعو لكن يخلي لهم وقت فسحه من الزمن مش يخدموا على رواحهم ويكونوا ثروه خاصه بهم. هالمره هذه سيدها كان ناس مليح برشا على ما تقول الاسطوره، وكان سامح لها بالوقت في كانت في الوقت هذاك تخدم خارج خدمته اللي تخدم فيه هو في داره. تلقاها كانش تعرف تطرز ولا تعرف تخدم الصوف ولا حاجه، كانت تخدم على روحها وتلم في الفلوس تلم في الصور. لما تنصيب من الفلوس وشنية النية نتاعها وقتها، شنو كانت تحب تعمل؟ مش باش تبني دار بالبيسين والا تشري طوموبيل، ما عرفش شنو ماركتها، خاطر عاش ماركات الطوموبيلات، الطوموبيل نعرفوا الالوان كحلة خضراء صفراء حمراء، اما الماركة الحق والله ما نعرف. فمختصر الحديث كي لما تنصيب خمت باش تبني جامع، تبني مسجد للصلاة باش تنالها الثواب نتاعو. فمشات شافت ارض شريتها وجات البني اعطاته الفليسات اللي عندها وقالت له ابني لي مسجد هنا يصلي فيه، نصلي فيه انا ويصلي فيه الناس، مش كي نموت يقعد لي ثواب، لكن الناس كي تدعي تدعي لي بالخير، وحتى من غير ما يدعيوا ربي يقرا لي معناها يثيبني بك العمل اللي عملته. قال الله يبارك وبدا يبني في الجامع، وبدا معناها وحس ان المراه طيبه وكذا فحاول يعاونها، فوسع الجامع قصر ما يمكن وعمل معني خدمة متقونة وكذا. فجت هي في الأخر قالت له ما نبنيوش في سمعة، قالها ما نبيع، أما يا أختي راهو الفلوس وصلت هذاك حدها، معناها يجعلني نكمل اللي مازالت العقبات اللي مش نكمل بها. حزت في نفسها وقالت توا نوصل العين وما نشربش، أنا نبني المسجد هذا وفي الأخر من غير سمعة. هيا سيدي دارت في حوالها ولقات عندها حلق، ليش عمارة الناس بكري يقولوا عمارة ايد، هي مخلية كشنيشنة هذوكم النهار اخر كي تتوفى يلقاو باش يكفنوها ويعملوا لها لازم باش يوصلوها لبقيعتها تحت راسها على ما يباتي. خمت قاست قالت يا اخي انا عمري سمعت بواحد طيشوه كي مات ولا عطاوها عشاكم الكلاب ولا ما لازمش يكنوه، طاو حتى جيراني يلموا نص متر قماش ولا كتب مربي يوصلوني، والحلق هذوكم أبجل نكمل بهم الجامعة. وهذا ما عملت، هزت كشنيشنات هذوكم وهبطت لسوق الصاغة، قومتهم وبعتهم وبفلوسهم كملت الجامعة ذي كما حبت وشتهت، وتبني في الصمعة متاعه وتمل الجامعة أعلى ما تحب وتشتهي. وقعد الجامعة ذي إكراما لها الأمة هذية يسميوه جامعة حلق نسبة للشنيشن اللي كانت لبستهم وبعتهم مش كمل بهم الجامعة. مختصر الحديث ما نعرفوش إذا كان هالأسطورة هذه حقيقة وإلا لا. هي حتى جنرال بالخوجة يذكرها في كتابه تاريخ معالم التوحيد، يذكرها كأسطورة، يقول الكبار يحكيوها الحكاية هذه، ما عندنا حتى دليل ملموس، ما عندناش اسمها، ما عندناش تعريفها، ما عندناش وثائق تحكي عليها. تعرفوا في التاريخ ما تنجم تحكي على حاجة كان يكون عندك وثيقة في ذلك، إنما إذا كان فماش وثيقة وحاجة سمعناها بالرواية تقعد باقي قالوا هذه فيها باب كبير اشي حزنا منه. اما اذا كان الحكاية بالمجد، شوف الطيبة نتاع المرأة هذية وقديش نفس مؤمنة وقديش باهية اللي ضحات معنا باخر حاجة تملكها من متاع هذه الدنيا مش تبني بها الجامعة هذه. وللعلم حتى التوى عمرنا ما لقينا وثيقة تنسب الجامعة هذه لحد اخر، يقولوا بنيه السلطان الفلاني ولا بنيه الامير الفلاني ولا الوزير الفلاني، وعلى كل حال حتى شكله ده يدل اللي تبنى ببساطه، ما فيش لا زخرف لا فيش مش متكلف، وبالتالي ظاهر اللي بنيه
ما كانش عنده الامكانيات الكبيره، وظاهر كذلك اللي بناه جمع مسجد للصلوات الخمس مش لصلاه الجمعه، معناه فيش خطبه الجمعه كما قلنا، تاسك في خطبه الجمعه فيما بعد. اما اهل البر والاحسان حبسوا على الجامعه ذي كثير من الاموال للفونكسيونمون نتاعو، للمصروف نتاعو، طبيبه ودهينته كذا، ومصروف الايمه نتاعو والوقاده واللي لاهين به والحصر وكل ما يهم شؤون هالمسجد هذايا، بما فيهم هالحبس اللي تاسس كما اليوم نهار 14 رمضان المعظم سنه 1207 اللي وافق كما كنا 1790 في ختم الحديث الشريف في هالجامعه هذايا. ما نعرفش إذا كان الختم زي ما متواصل حتى لتويكا، خاطر كانت فما برشا أختام في مدينة تونس وضمحلت وما عادش عندها وجود لأسباب كثيرة، لكن يقعد أنه الجامعة ذايا معناها عند أهل الحومة غديكة وربط باب تزيرة وجيت باب جديد يحبوه برشا ويقدروه، وبرشا من الكبار والحومة الكبار مازالوا يتفكروا هالحكاية ذي هالأسطورة ذي تاع الأمة اللي ضحات ما وراها وما قدامها لبناء جامعة ربي يثيبها في ذلك. كما يختم في العادة أختم الحديث، نختم أنا بالحديث النبوي الشريف اللي يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.